بتاع الكريم ثاني تريتس كيفين كواليتي بنحط 10 ملي 10 ملي كريم عبارة عن هي معمولة عن 1 جرام كريم مع 10 ملي مية قلب كويس وبعدين اسحب منها 10 ملي يا 10 قطع مية المهم ان دول 10 ملي كريمة بمية عشان هي في الاسيديتي اسمها 10 ملي كاملين بعد كده بنحط 10 ملي ووتر بري كربون دايوكسيد هي ال 10 اهي بعد كده ووتر فري كربون دايوكسيد بنحط منه 10 ملي الصف الاول ولا ايه؟ اسحب بس اسحب 10 اسحب 10 10 10 دي ما اتملتش بنات الورق سحب 10 ملي حتى انا على الورق 10 ملي ميه هنزل بعد الدوس حط 10 ملي ميه على اللبن كريم حوالي 30 في المعمل طب الناس ده يرفع ايده يعني تكاسه كل اللي انت بتسويه طب اديله طب هي هتطلع في الامتحانات يا دكتور نعمله ميكسينج نقلبه ده كده المستحيل قوم يا جماعه نقطة واحدة مش نقطة واحد ملي واحد ملي أكثر واحد في كان متحمل في كلمة معاك أكثر واحد اللي موجود في المعمل لما نسمع بعدكم هنسمع واحد للبنين واحدة للبنين واحد ملي قول أنا هعمل إيه طيب بس نعمل إن إحنا اللي عايزينه يتعدل ومفيش فرصة ثانية نقدر ان احنا نفوز بحاجه زي كده لان الخطه التعديل في البروتين بتقول كاملا في حاجات كتير قوي هنخسرها وده مش واحد ملي حاجات كتير جدا بس احنا كده بعدين بدون ذكر لا انا عديت قلت لك ايه انا عديت التعديل ده بس تعديل اكتر من كده مش فارقه تعديل اكتر من كده مش حاجه والله فدي اكتر حاجه بتخوفني فين المستلين ومية كريمة نقلبه عشان يقفل الاسيديتي هيبقى في نسبة أكبر من فكرة الإخوان المسلمين أو الوطن المتفلحين الجماهيري إن ناشر فأنا بقول فيها صوديوم عياري إن ناشر صوديوم صوديوم عياري إن إيه على 10 صوديوم عياري إن إيه على 10 حط بقى عشان نفرحهم من ال رحمة نعم الله ايه عشان كده انت عايز تشيل ده او مش عايز او دكتور طلع نبض